ورجع النبي الى المدينة. خالد الهذلي خالد بن ابي سفيان في وين هو؟ في مكة. جهز انه يقتل الرسول وجمع عدد كبير. كانت خطته نروح المدينة ونقتل محمد وناخذ ثروات المدينة ونستولي على المدينة، مو بس نقاتل نستولي عليها. فالرسول جاه الخبر وهو جالس مع اصحابه، قالوا يا رسول الله ان رجل يقال له خالد بن سفيان الهذلي يريد قتلك. قال انا اقتله ان شاء الله، من يأتيني برأسه وله الجنة. فقام الصحابة كلهم، يوم قال له الجنة تقدم عبد الله بن انيس، قال انا يا رسول الله. قال اذهب اليه فأتني برأسه. عبد الله بن انيس ما يعرف خالد الهذلي، يوم جاء بيمشي قال صفه لي يا رسول الله. قال رسول بعطيك صفتين، الاولى انك اذا رأيته كأنك ترى الشيطان، وجه وجه ابليس. الامر الثاني وش هو؟ قال انه شاعر متحدث كبير قومه، اذا تكلم اسكت الناس، فصيح وشاعر. يقول عبد الله بن انيس والله لا اعرفه، عبد الله بن انيس عمره 27 سنة، 27 سنة، ومع ذلك هذه رسالة لشبابنا الاكبر والاصغر، والله سامحنا على ما نحن فيه. يقول فقلت يا رسول اذن لي ان اقول فيك ما اقول، يعني لو اضطريت ان يتكلم فيك عشان اوهمه اني معه. قال قل ما شئت. يقول يوم وصلت مكة امشي 10 ايام، يوم اقبلت على مكة شفت ناس مجتمعين، وش بسوي؟ خطة. يقول فتظاهرت اني مضيع اللي بعير واني ما زلت على الكفر، فدخل من شاف البعير الفلاني، من شاف البعير الفلاني، من وين انت؟ قال انا من العرب، سمعت بكم انكم تجهزون لقتل محمد فاتيت، فان كرهي له اشد من كرهكم له. يقول لازم اوهمهم. يقول فناظرت عرفت خالد الهذلي، قالوا هذا هو. يقول فبدأت اكلمه ويكلمني، وجي عن يمينه وعن يساري حتى لفت نظره. يقول شوي لما جاء يروح قال خالد بيتوا هذه الليلة وغدا بكرة نروح نهاجم المدينة. يقول قلت له تسمح لي انام معك؟ قال خير ان شاء الله، ايش هالميانة يعني، وين تنام معي انا كبير قومي. قال اني اريد ان اساجلك في الشعر، انت شاعر وانا شاعر. قال تحفظ ولا تقرض؟ قال كلاهما، احفظ واقرض. قال سمعني. يقول سمعت بيتين ورد علي، وسمعني وسمعته. قال تعال تعال تصلح معي، انت لازم تبيت معي الليلة في خيمتي. ابن كثير يقول هذه احسن نومة في الاسلام، احسن سهرة، لانها جابت راس. هذا كلام ابن كثير يقول، وهذه من افضل الليالي في الاسلام. يقول يوم دخلت معه بدأ يقول لي واقول له شعر، يقول عطيته على جوه. يقول لي ان تعب هو خالد. قال انا جاءني النوم تعبت. قال نمجع له ما تجعلك ما تقوم. طبعا هذه زيادة مني مي في الرواية. فنام. يقول فلما نام فسمعت غطيطه. يقول انا خالد عبد الله بن انيس يقول تظاهرت بالنوم، سويت نفسي نايم. يقول انا جالس اطالع الرجال. يقول انا سمعت يشخر تعبان ذاك. يقول فقمت فجزيت راسه وحطيته في الخرج وطلعت، فصاح النساء قالوا قتل خالد. يقول فاختبأت في الجبال 3 ايام، والله اني اكل فيها ورق الشجر. يقول الراس معي جايبه. الرسول يوم جاي يقوم قال روح لك الجنه، ينتظر الجنه هو. يقول فمشيت لين وصلت المدينة. يقول يوم شافني الرسول قال افلح وجهك. قلت وجهك يا رسول الله، وجهك اللي افلح. يقول ففتحت الخرج وتدرب الراس لين وقف عند الرسول. يقول فمسك الرسول رأسه مع شعره، قال هذا الذي يريد قتلي، هذا خلاص جزاك الله خير يا عبد الله، قال الجنة. يقول في وعد بينه وبينك. قال انتظر انتظر. يقول فدخل النبي بيته. يقول انا جالس انتظر ايش بيعطيني احنا. يقول الجنة. يقول فخرج النبي دخل البيت يدور ما لقى الا عصا فجابها. قال خذ يا ابن انيس هذه العصا. قال بس انا ابغى الجنة، انت تقول لك الجنة. قال خذ هذه العصا تتكئ عليها في الجنة، والمتكئون يومئذ على العصي في الجنة قليل، خذها وتعطيني اياها يوم القيامة في جنات رب العالمين. يقول خذيت العصا وفرحت بها. يقول امشي بها واحارب بها وانام فيها وتروش انا وياها حتى اني اوصيت انها تدفن معي. يقول فلما مات كفنوا العصا معه رضي الله عنه وادخلوها معه في قبره رضي الله عنه وارضاه. ولو حصرت دموع المنكسرين لاجتمعت واصبحت بحارا وانهارا، بل لو حصل منها ايضا امواجا تموج منها العالم. مرحبا بهذه القلوب المنكسرة، خرجت من هذه القلوب المنكسرة تلك الدموع الغزيرة، تلك الدموع التي نزلت خشية لله وخوفا من الله وتوبة لله تبارك وتعالى. خرجت هذه الأنهار من قلب منكسر غزير الدمعة، حي الوجدان، قلق الأحشاء، صادق العبارة، جم المشاعر، جياش الفؤاد، مسبوب الضمير. خرجت هذه الأنهار من قلب له حرقة
وله وجدان وله لوعة وفي وجهه أسى وفي دمعه أسرار. لماذا كل هذه الأنهار؟ وإذا رأوا مذنبا بكوا خوفا عليه من ذنوبه، وإذا رأوا نعيما خافوا أن يحرمون الجنة، وإذا رأوا نارا ظنوا أنهم واقعها. التائب إذا هدل الحمام بكى، وإذا صاح الطير ناح، وإذا شد البلبل تذكر، وإذا لمع البرق اهتز قلبه خوفا ممن يسبح له الرعد بحمده والملائكة من خيفته. التائب يجد للطاعة حلاوة وللعبادة طلاوة، ويجد للإيمان طعما، ويجد للإقبال لذة. دموعه يكتب منها قصصا، وينظم من الآهات أبياتا، ويؤلف من البكاء كتابا، ويلقي من الألم خطبا. التائب كالعقيم الذي بشر بالولد، وكالرجل البارز للإعدام إذا عفي عنه. أين من يبكي جنايات الشباب؟ أين من يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب؟ أيها المؤمنون، وقف رجل من بني إسرائيل عمره 80 عاما، وقف وقد عصى الله 40 وأطاع الله 40، فوقف أمام المرآة فلما رأى لحيته قد خط فيها الشيب الأبيض قال: يا الله يا الله يا الله، إنني أطعتك 40 وعصيتك 40، فهل تقبلني؟ فسمع منادي يقول: أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، وعصيتنا فأمهلناك وسترناك، وإذا رجعت إلينا قبلناك. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ المذنبون بجنابك، ورفع ذو الحاجات قصص فاقتهم إليك. إلهي، نكس العصاة رؤوس الذل والانكسار بين يديك، ورست سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، وامتدت أيدي السائلين إلى وابل غيث جودك. فيا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، ويا حبيب التائبين، ويا قرة عين المحبين الصادقين، ويا من هو عند قلوب المنكسرين، يا من يسمع أنين المذنبين، اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنت أعرف شابا من الشباب ذهب عمره في شبابه ما بين زان وما بين خمار، وما بين يجوب الأسفار بين دولة وأخرى، يبحث عن الزنا والخناء جلكم الله. وقبل 4 سنوات حضر خطبة من خطب أحد الدعاة، واستمع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الله له الهداية تحرك قلبه ورق قلبه ودمعت عيناه، فوقف في مصلاه وهو يقول: يا رب اغفر لي، يا رب ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابه لأطرد، يا رب هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد، أنت الخبير بحال عبدك إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد، أنت المجير لكل داع يلتجي، أنت المجير لكل من يستنجد، من أي بحر، من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. فتاب إلى الله وعاد إليه وأناب، وأصبح هذا الشاب من العباد. وفي رمضان الماضي وقف يصلي معنا التراويح، وجلسنا وإياه ساعات طويلة، ثم مضى، وبعد 2 يوم تماما بل وفي 2 جمعة من رمضان، فإذا بأحد الإخوة يتصل وقبل صلاة المغرب يقول: أحسن الله عزاءكم في فلان، توفاه الله جل وعلا. قلنا: كيف؟ قال: كان واقفا يصلي صلاة العصر، وفي الركعة الثالثة يوم ركع وخضع لله قبض الله روحه في صلاة العصر. نسأل الله الكريم من فضله. الله يرانا، ولو عبدنا الله كما أمرنا: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول أبو الفتح يذكر أن رجلا تعلق بامرأة في الشام، قال: أحبها وتعلق بها تعلقا شديدا، ثم أخذها وخطفها من بين الناس، وذهب بها وبيده سلاح، فأخذت تصيح المرأة وتصرخ بين الناس وفي السوق، وتجمع الناس أرادوا أن ينقذوا هذه الفتاة، لكنهم كلما تقدموا لإنقاذها تقدم عليهم بسلاحه
وطعنهم وجرحهم ثم تركوها. ومر عليه بشر بن الحارث رحمه الله تعالى فحك كتفه بكتفه، قالوا فسقط ذلك الرجل، ولما رأوه سقط تقدموا لإنقاذه وليروا ما حصل، فلما تقدموا فإذا بالرجل يرشح عرقا، فقالوا له قم، ما الذي أصابك؟ قال إن الرجل الذي حك كتفه بكتفي إنه قال لي كلمة واحدة، قال لي اتق الله فإن الله يراك ويرى ما تعمل، فسقطت مغشيا علي، أشهدك يا الله بأنك تراني، وأنا الآن تائب وأصيب بحمى، واستمرت 7 أيام ثم مات. أيها التائبون، أيها الباكون، يا من سالت دموعهم أنهارا، هل تبحثون عن السعادة؟ هل تبحثون عن غاية الأمل الطيبة؟ إنها وربي في الرجوع إلى الله، في التوبة إلى الله، في الاستغفار من كل ذنب، ورحمتي وسعت كل شيء. جاء عن يوسف ابن الحسين كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، ذكر ذلك في كتاب التوابين، قال كنت مع ذي النون المصري على شاطئ الغدير، فنظرت إلى عقرب، نظرت إلى عقرب أعظم ما يكون، عقرب كبير، قال على شط الغدير واقفة، فإذا بضفدع قد خرجت من الغدير فركبت عليها تلك العقرب، فجعلت الضفدع تسبح حتى عبرت الغدير، فقال ذو النون إن لهذه العقرب لشأنا، قال فسرت خلفها أتابع طريقها، فجعلناها حتى رأيناها قد قطعت ذلك الغدير، قال فتبعنا أثرها، فإذا برجل نائم وهو سكران، وإذا بحية سامة قد جاءت تلك الحية فصعدت على صدره ووقفت عند سره وهي تطلب أذنه، فاستحكمت العقرب من الحية، العقرب استحكمت من هذه الحية السامة فضربتها، فانقلبت الحية وهربت، ورجعت العقرب إلى الغدير، فجاءت الضفدع فركبتها فعبرت، فحرك ذا النون الرجل النائم ففتح عينيه فقال يا رجل انظر، فقد نجاك الله من هذه الحية، أرسل الله لك هذه العقرب، فقالت هذه الحية فقرصت تلك الحية فذهبت ولم تصبك بسوء. ثم أنشأ ذي النون أبياتا عن التوبة، ونهض الشاب وقال إلهي ومولاي، هذا فعلك بمن عصاك، وهذه رحمتك بمن أذنب في حقك، فكيف برحمتك ورحمتك ولطفك بمن كان من أحبابك ومن كان من عبادك. ثم قام ونهض، ولما أراد أن يذهب قال له ذو النون إلى أين؟ قال سأذهب إلى المساجد. تاب إلى الله توبة صادقة ناصحة، كيف يعصى الإله؟ قال الله جل وعلا في الحديث عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكو سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. يقول لي أحد القضاة بأن سجينا كبيرا في السن سجن ودخل السجن أكثر من 50 مرة، قال وفي المرة الأخيرة لما قرأت ذلكم المحضر وتلكم المعاملة الكبيرة وجدت فيها من الجنايات والقضايا الكثيرة، قلت يا سبحان الله، 50 مرة يدخل هذا الرجل فيها إلى السجن ما تحرك قلبه ولا تاب إلى الله ولا أناب ولا رجع. قال فناديته بعد أن قضيت أن أحكم عليه بحكم شرعي أدين الله جل وعلا بذلك الحكم، قال فدخل علي فإذا به رجل كبير معه مجموعة من الحراس والجنود وفي يده القيد وفي رجله، قلت للجنود، قلت لهم فكوا ذلكم القيد واخرجوا من المكتب، قالوا كيف؟ قال اخرجوا وسوف أحدث هذا الرجل، قال ففك قيده وأجلسته معي في مكتبي، ثم أخذت أقول له أيها الأخ المبارك، 50 عاما تدخل فيها سجنا وتخرج من آخر ما تغير من حالك شيء، أما أنا فأدين الله أنني قد حكمتك بحكم شرعي مقداره كذا من السنين والجلدات، ولكنني أريدك أن تقرأ هذه الآيات. يقول فتحت له المصحف والقرآن فقلت له خذ أقرأ، فقرأ قول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال قرأها، قال ثم ماذا؟ قال اقرأها مرة أخرى. يقول فقرأها مرة ثانية ولم يتأثر. قلت له اقرأها مرة ثالثة. قال فقرأها حتى السابعة ثم أخذ يرتعد ويرتعش ويبكي. قال آمنت بالله وأستغفر الله وأتوب إلى الله جل وعلا. قال فتاب من تلك اللحظات وأوصيته بحفظ القرآن خيرا. قال فذهب ذلك الرجل فمكث بالسجن أقل من المدة التي حكم بها وحفظ كتاب الله كاملا وتاب توبة نحسب أنها صادقة. قال فلما رأيته فإذا بوجهه يشع نورا فخرج من ذلك السجن وهو تائب وأصبح مؤذنا لأحد المساجد ومات في محرابه خلف الإمام وهو يصلي ساجدا لصلاة المغرب. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، يا من بقلبه من الذنوب جروح، تعال تعال فالباب مفتوح والكرم من الله يغدو ويروح. يا من ركب مطايا الخطايا، تعال إلى ميدان العطايا. يا من اقترفوا فاعترفوا لا تنسوا قول الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا. يا من بذنبه باء وقد أساء، تذكر قول الله بالحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، حتى آدم عليه السلام أبو البشر أخطأ وتاب الله عليه. قيل أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة تساقط عنه جميع زينة الجنة ولم يبق عليه من زينتها إلا التاج والإكليل، وبقيت لحكمة، وجعل لا يستتر بشيء من ورق الجنة إلا سقط عنه، فالتفت إلى حواء وهو يبكي وقال استعدي للخروج من جوار الله. هذا أول شؤم المعصية، المعصية تبعد العبد من ربه جل وعلا. إذا رأيتم القلوب تنفر من عبد من العباد فاعلموا أنه بعيد عن الله جل وعلا. فقال لحواء، فقال إننا لابد أن نستعد فاستعدي للخروج. فقالت يا آدم ما ظننت أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لأن إبليس قاسمهما على أن هذه الشجرة على أنهم لو أكلا منها سيصبح لهم الخلد التام. قالت فتعلقت الشجرة ببعض أغصانها فظن آدم أنه قد عجل له بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفو العفو. يطلب من؟ ينادي من؟ ينادي ربه جل وعلا العفو العفو. فقال الله يا آدم يا آدم أفرارا مني؟ قال لا يا ربي بل حياء منك يا الله. فأوحى الله إلى الملكين أن أخرج آدم وحواء من جواري فإنهما قد عصياني. آدم خلقه الله بيده، أرسله الله لأمته، ومع ذلك لما عصى بعده الله عن قربه، فماذا يقول العاصي الذي يبارز ربه ليل نهار ولا يخاف الله جل وعلا؟ ماذا يقول ذلك المذنب العاصي الذي لا يراقب الله ولا يخشاه ولا يخافه؟ فقال أخرج آدم وحواء فإنهما قد عصياني. فنزع جبريل عليه السلام التاج والإكليل من رأسه، وحل ميكائيل عليه السلام الإكليل عن جنبيه عن جبينيه. فلما هبط من ملكوت القدس إلى دار الجوع والمسغبة بكى على خطيئته 100 سنة، قد رمى برأسه على ركبتيه حتى أنبتت الأرض عشبا وأشجارا من دموعه عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم إن آدم عليه السلام لبث في السخطة 7 أيام، ثم إن الله تعالى أطلعه في اليوم السابع وهو منكس محزون كظيم، فأوحى الله يا آدم ما هذا الجهد الذي أراك فيه اليوم، وما هذه البلية التي قد أجحف بك بلاؤها وشقاؤها؟ قال آدم عظمت مصيبتي يا إلهي وأحاطت بي خطيئتي، وخرجت من ملكوت ربي فأصبحت في دار الهوان بعد الكرامة، وفي دار الشقاوة بعد السعادة، وفي دار العناء والنصب بعد الخفض والدعاء. قال الله تعالى له ألم أصطفيك لنفسي وأحللتك داري واصطفيتك على خلقي وخصيتك بكرمي فكيف تستنكر نقمتي فوعزتي وجلالي؟ لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين
وإني قد رحمت ضعفك وأقلت عذرتك وقبلت توبتك وسمعت تضرعك وغفرت ذنبك، فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتاب الله عليه. أيها المؤمنون، وهذا شاب من الشباب وقع في المخدرات والخمور أجلكم الله، حتى أنه يروي لي بنفسي هو يقول: حاولت مرارا أن أفعل الزنا بأمي أجلكم الله. يقول: وفي يوم من الأيام خرجت مع مجموعة من الشباب رغبة في السفر إلى بلاد الخارج، وإذا بأمي تحاول في ألا أسافر وألا أذهب وأتركها، ومع ذلك لم أستمع إلى كلامها. قال: فسافرت ورجعت بعد 3 أيام، يقول: فإذا بي أأتي عند باب العمارة فأرى والدتي جالسة عند الباب وقد قبض الله روحها. فأصبح ذلك الموقف مؤثرا في نفسي، فتاب إلى الله، فأسأل الله أن يتقبل منا ومنه. وجاء رجل إلى العبد الصالح إبراهيم بن أدهم رحمه الله فقال: يا أبا إسحاق، إني رجل مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي، فأعرض علي ما يكون زاجرا لي عنها وهاديا لقلبي. فقال إبراهيم: اسمعوها أرجوكم وطبقوها ولنطبقها على أنفسنا، علنا إلى الله نعود وعله يقبل توبتنا إذا رجعنا إليه. فقال له إبراهيم رحمه الله تعالى: تعال. قال: أولا، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. فقال الرجل: إذا من أين أكل وكل ما في الأرض من رزقه سبحانه وتعالى؟ قال إبراهيم: أو يحسن بك أن تأكل رزق الله جل وعلا وتعصيه على أرضه؟ قال: لا. قال: هات الثانية. قال: أما الثانية، إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن على أرضه ولا في بلده. فقال الرجل: هذه أعظم من الأولى يا أبا إسحاق، إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما لله تعالى فأين أسكن؟ فقال له إبراهيم: يا هذا، أفيحسن لك أن تأكل من رزق الله وأن تعصيه في بلده؟ قال: لا. قال: هات الثالثة. قال: الثالثة، إذا أردت أن تعصيه وأن تأكل من رزقه وأن تسكن في بلده فانظر إلى موضع لا يراك فيه الله سبحانه وتعالى. أي موضع هذا الذي لا يرانا فيه الله؟ إن الله يرى ويعلم ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى، محيط عليم، رقيب عالم بكل شيء. قال أحد العلماء إلى مجموعة من الطلاب: كل طالب منكم يأخذ دجاجة ويذبح هذه الدجاجة بشرط أن يذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. فقام الطلاب فأخذ كل منهم دجاجته وذبحوها، إلا طالبا واحدا فقط جاء من اليوم الثاني والدجاجة في يده. قال: ألم أقل لك اذبح دجاجتك مع زملائك؟ قال: إنك قلت لنا اذبحوا الدجاجة في مكان لا يراكم فيه أحد، وأنا كلما تقدمت إلى مكان وذهبت علمت أن هناك من يراني. قال: من هو؟ قال: الله. الله يرى ويطلع ويعلم، حتى لو تسترت بالستور، وحتى لو اختفيت خلف الجدور، وحتى لو وقفت في أماكن مشيدة، فإن الله يرى ويعلم ويطلع سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم قال له: كيف يكون هذا والله مطلع على ما في السرائر والضمائر؟ قال إبراهيم: أفيحسن أن تأكل رزقه وأن تسكن في بلده وأن تعصيه وهو يراك؟ قال: لا. هات الرابعة. قال إبراهيم: إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فقل له: أخر توبتي، أخر توبتي. فقال ذلك الرجل: كيف أقول له وهو لا يسمعني ولا أعلم متى سيأتي ولن يقبل كلامي؟ قال: أويحسن لك أن تعبد أو يحسن لك أن تعصي الله على أرضه وأن تأكل من رزقه وهو يراك ولا تستطيع أن تقف لحظة واحدة لتتوب؟ قال: لا. قال: إذن هات الخامسة. قال إبراهيم: إذا جاءك الزبانية في يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم، لا تذهب معهم. قال الرجل: إنهم لن يدعوني ولن يقبلوا مني. فقال إبراهيم: فكيف ترجو النجاة إذن؟ قال الرجل: يا إبراهيم، حسبي حسبي حسبي، إني أستغفر الله، إني أستغفر الله، إني أستغفر الله وأتوب إليه. ثم لزمه ولازم العبادة والطاعة حتى مات وتوفاه الله جل وعلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اتصلت بي أحد الفتيات تشكو حالها إلى الله وتشكو مشكلتها ومصيبتها، تقول: أنا فتاة قد وقعت بتعرف على شاب ورجل من الشباب البشرية،
فتعرفت عليه أياما، فإذا بي أخلو به، أخلو به لوحده، وكان ثالثنا الشيطان. تقول: فوقع مني ذلك الرجل، وحصل مني معه كما يحصل بين الرجل وبين زوجته، وإنني الآن تبت إلى الله وعدت إليه بعد أن وقع الفأس في رأسي. تقول تلك المسكينة: علم أهلي وعلموا أنني وقعت فيما وقعت به، لكنهم لم يرحموني. رحمة الله واسعة، ويتوب على العاصين، وأولئك لم يتوبوا ولم يرحموني ولم يجعلوني أتوب. ما الذي حصل لي؟ ضربت وطردت حتى أصبحت أهيم في الشوارع، لا أجد ولا أعرف ملجأ إلا الله وإلى الله جل وعلا. حاولت أن أذهب يمنة ويسرة، فها أنا الآن أقف في أحد الشوارع وأخاطب رجلا من الناس وأقول له: أرجوك إن كنت رجلا تخاف الله جل وعلا، إنني أريدك أن تستر علي وأن تقيم علي بالصرف والستر والعفاف، أو حتى أصل إلى بعض المسؤولين لأعود. قالت في كلماتها: أسألك بالله، هل ذنبي هذا؟ هل ذنبي هذا لا يغفره الله حتى يكون لما يكون؟ فقلت لها وغيرها، وأقولها لي ولكل شخص: فيا راكب العصيان، ويحك خلها، ستحشر عطشانا ووجهك أسود، فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد، فهذا سعيد في الجنان منعم، وهذا شقي في الجحيم مخلد. كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد، وقد نصب الميزان للفصل بالقضاء، وقد خام خير العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، لماذا الله جل وعلا يتوب على من تاب عليه ومن تاب إليه ورجع؟ قف ذليلا خاشعا، ناجي ربك، تذكر ذنوبك، تحسر على أيامك الماضية، وقل: وحسرتاه، قلها بصوت عالي: وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوني. كم من شخص صاحب الأشرار وأصبح معهم إلى عار، ثم والعياذ بالله إلى النار. قل: وحسرتاه على أحباب لم ينفعوني، وقل: وحسرتاه على يوم طال السهر فيه. على ماذا؟ على المعاصي والذنوب والعياذ بالله. وقل: وحسرتاه على عمر مضى وعلى زمان ولا وانقضى. وقل: وحسرتاه إذا كشف الديوان بخطيئات اللسان وزلات الجنان وقبيح العصيان. قل: يا حسرتاه على صلاة أضعتها. كم من رجل ينام اليوم عن صلاة الفجر وعن الصلاة مع الجماعة. في أيام أزمة الخليج قدمت جنازة ليصلى عليها صلاة العصر، فلما تقدم الإمام ليصلي على تلك الجنازة، قام رجل من أطراف الصفوف فقال: يا شيخ، والله إن هذا الميت لا يصلي ولا يشهد الصلاة لا مع الجماعة ولا لوحده. فقال الإمام: أتشهد بهذا؟ قال: نعم، أشهد الله وملائكته وممن حضر من خلقه أن هذا الميت لا يصلي. قال: ما الذي أعلمك؟ قال: إنه أخي يسكن معي في بيت واحد، بل وفي غرفة واحدة، والله إنه قد أنكر وجوب هذه الصلاة. فخرج الإمام وخرج الناس ولم يصلوا عليه. تارك الصلاة مغضوب عليه في السماء، تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض، تارك الصلاة ملعون في السماء، تارك الصلاة ملعون في الأرض، تارك الصلاة لا يؤاكل ولا يشارب ولا يزار إلا من باب الدعوة والنصيحة، تارك الصلاة لا يرث ولا يورث ولا يزوج ولا تأكل ولا تؤكل ذبيحته، تارك الصلاة إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولكن يدفن في البرية أجلكم الله، بل ولا يترحم عليه. فاحذر أن تكون من هذا. قل: وحسرتاه على زكاة منعتها، وحسرتاه على أيام أفطرتها، وحسرتاه على أوقات أهدرتها، وحسرتاه على ذنوب ارتكبتها، وحسرتاه على فواحش اقترفتها، وحسرتاه لم يلهج لساني بذكرك، وحسرتاه لم تقم جوارحي بشكرك. وقل: وحسرتاه صح بصوتك كله، وقل: وحسرتاه يوم يفوز الصالحون. وهذا بشر بن الحارث يقول: اعترضت رجلا يقال له عكبر كردي، فقلت له: ماذا كان سبب رجوعك إلى الله؟ كان عربيدا قاطعا للطريق فتاب إلى الله توبة صادقة. فقص عليه قصته، قال: كنت أقطع الطريق وأسلب وأنهب وفي بعض القفار والدحول، وفي يوم من الأيام مررت على 3 نخلات، نخلة منهن لا تحمل، فإذا بعصفور يأخذ من النخل الذي فيه التمر
ويقف على تلك النخلة التي ليس فيها رطب. قال فلم يزل يذهب ويعود، فجلست أعد له ذهابه وإيابه أكثر من 10 مرات، فيقول قلت لنفسي أقوم وأنظر، يقول قمت فنظرت فإذا على تلك النخلة حية وثعبان أعمى يأخذ هذا الطير لها طعامها من تلك النخلة إلى النخلة الأخرى. يقول فتأملت فرفعت أكفي إلى السماء، قلت يا رب يا مولاي يا سيدي هذه حية أمرنا نبيك بقتلها، عمياء لقد رزقتها وأعطيتها بسبب هذا العصفور، وأنا عبدك عصيتك وأذنبت قطعت الطريق وأسرقت الأموال، وها أنا هذا اليوم أسألك يا الله أن تمن علي برزق حلال. قال فتاب إلى الله توبة نصوحة، تاب إلى الله ثم كسر سيفه وأغمده ولم يكن بعد ذلك يفعل سوءا. ثم يقولون له زملاؤه أزعجتنا طوال ليلك وأنت تتكلم وتصيح. قال مهجور مهجور أصلح ما بينه وبين من هجره. قالوا من الذي هجرك؟ قال هجرني ربي، فلما تبت له قبلني ربي سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن الله تاب على تلك الزانية وتاب على ذلكم الرجل الذي فعل الزنا، بل إن الله أدخل الجنة امرأة لأنها سقت كلبا فقط وهي يهودية، فدخلت جنة ربها سبحانه وتعالى. وهذا موسى عليه السلام يتوب إلى الله لما رأى الله الرحيم بخلقه. أخذ موسى يقول يا الله اجعلني أراك، اجعلني أراك يا الله. فلما سمع موسى عليه السلام كلام ربه طمع في رؤيته، يقول أهل السير فقال ربي كما قال الله أرني أنظر إليك. قال محمد بن إسحاق فاستمر موسى عليه السلام يلح على ربه، لما رأى أن الله كلمه أراد أن يراه، فقال انطلق فانظر إلى ذلك الحجر، حجر في الطريق، قيل أنه الجبل وقيل حجر قبل الجبل. قال فلما ذهب إلى الحجر في رأس الجبل فقال له الله اجلس عليه يا موسى. يقول فصعد ثم جلس عليه موسى، فقال إني مهبط عليك جندي من السماء الملائكة. ففعل موسى، فلما جلس على الحجر واستوى عليها عرض الله عليه جنود 7 سماوات، فأمر ملائكته ملائكة سماء الدنيا أن يعرضوا عليه، فمروا بموسى عليه السلام ولهم أصوات مرتفعة بالتسبيح والتهليل كصوت الرعد الشديد. ثم أمر ملائكة السماء الثانية أن يعرضوا عليه ففعلوا، فمروا على ألوان شتى ذو وجوه وأجنحة منها ألوان الأسد رافع أصواتهم بالتسبيح، ففزع موسى منهم وقال أي ربي إني ندمت على مسألتي. فقال هل أنت منجيني من مكاني هذا يا رب؟ ثم نزلوا عليه أهل السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، ونزلوا عليه بألوان مختلفة وأبدان مختلفة، وأقبلت ملائكة يخطف نورهم الأبصار، ومعهم حراب الحربة كالنخلة الطويلة كأنها نار أشد ضوءا من الشمس. وموسى عليه السلام يبكي رافعا صوته يقول يا رب اذكرني ولا تنساني، أنا عبدك ما أظن أن أنت مما أنا فيه، إن أخرجت من هذه، إن نزلت من على هذا الجبل، وإن خرجت يا ربي احترقت، وإن خرجت علي احترقت، وإن مكثت مت. ثم قال له رأس الملائكة يا موسى اذهب فإن الله قد غفر لك، فقال سبحانك تبت إليك. أيها الإخوة، لا تيأسوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله، فتوبوا إلى الله. فإنني أعلق سببا واحدا فقط بالتوبة. قال بعض العلماء إن من أسباب التوبة نصر الأمة وعزتها ورفعتها ونظر الله لها برحمته سبحانه وتعالى. وانظروا يوم كثرت ذنوبنا، انظروا إلى الأمم الماضية، قوم لوط اشتهروا باللواط، وقوم فرعون اشتهروا بالسحر، وغيرهم من الأمم اشتهرت بمعصية واحدة، ولكن هذه الأمة كم فيها من ذنب؟ ألسنا نرى الشرك عيانا؟ ألسنا نرى الزنا واللواط أجلكم الله كذلك؟ ألسنا نرى الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها؟ أنا لا أقول هلك الناس، فمن قال كذلك فهو أهلكهم، لكن الذنوب فشت. فإذا ما الذي يحصل في الأمة الآن، سواء على أرض فلسطين أو في أرض أفغانستان أو في كشمير أو في الفلبين؟ والله إنما يدور هنا وهناك، بل حتى في أنفسنا، إنه بسبب ذنوبنا. أنا نعم أقول
قد يكون الأمر في ظاهره شر، لكن خيره في النهاية خير، كما قال الله عن قصة موسى عليه السلام. انظروا لها وتأملوا. موسى عليه السلام لما ولد قال الله لأمه: أين تضعه؟ في التابوت. هل التابوت مكان يحفظ فيه الأطفال؟ لا، ومع ذلك وضعته في التابوت. ثم يقول الله لها: ضعيه في اليم، في البحر، فتضعه في البحر. قال بعض العلماء: البحر هلاك خارجه، هلاك داخله، هلاك عمقه، ثم يوضع في البحر. ثم أرادت أن تخاف على ولدها، قال: ولا تخافي. طيب أحزن، أحزن على فلدة كبدي، على بعده عني، قال: ولا تحزني، بل وتأتي البشارة، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فظاهر الأمر شر لكن باطنه خير. وإبراهيم عليه السلام يقول الله له جل وعلا: بل ويرمى في النار وتشعل تلك النار أياما ثم يربط بخيط. قال أهل التفسير: ما احترق من إبراهيم إلا الخيط الذي ربط في يديه. جاءه جبريل وهو في المنجنيق يرمى على النار، هل من حاجة؟ قال: منك أو من الله؟ قال: من الله. قال: منك فلا أريد من الله أريدها. قال: ما هي حاجتك؟ قال: الله أعلم بحالي، وهو الذي سيسترني، وهو الذي سيقوم بحاجتي. ثم يسقط إبراهيم في النار ويجلسون 40 يوما كما قال ابن كثير، وغيرهم قال أكثر، حتى رؤيت هذه النار في أماكن بعيدة. وبعد 40 يوما وتخمد النار، ويخرج إبراهيم أمام الناس ولم يصب إلا ذلك الحبل الذي ربط به يديه. ثم قال النمرود: إن ربك الذي نجاك من هذا إنه لعظيم، إنه لعظيم، لأذبحن له 60 بدنة. فلا تبنى إلى الله. هذه قضية. القضية الثانية: كيف نشكر ما أنعم الله به علينا؟ الله أنعم علينا نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى. ألا يكفي أن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عد النعم فضلا على أن تحصيها. ولذلك يقول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألا تتأمل أن الله امتن عليك؟ كما سمعتم في قصة إبراهيم بن أدهم أنه يقول: كيف تعصي الله وأنت على أرضه، وكيف تعصيه وهو يراك، وكيف تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت تسبح في ملكوته وفي خيراته وفي نعمه وفي آلائه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: مررت على بيضة فرأيتها فرفعتها فتأملت فيها. أسألكم بالله، من منا اليوم يتأمل في بيضة أو ينظر فيها فيراها فيرى الأمل فيها، أو يرى خلق الله فيها، أو يرى الكبرياء والنعمة فيها؟ فلما رآها قال: سبحان الله، هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة من الخارج، وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيا يسمع ويبصر. ألا تدل على السميع البصير؟ تدل على الله أم لا تدل؟ ويمر الإمام أحمد على ورقة شجرة فيرى تلك الشجرة فيتأمل فيها، قال: سبحان الله، هذه الشجرة تأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الغزال فتخرج مسكا، وتأكلها الدودة فتخرج حريرا. ألا تدل على السميع البصير؟ ويقف مالك رحمه الله في عرفة يرى الناس، هذا متضرع، هذا باكي، هذا خاشع، هذا داعي، فلما رأى الناس في تلك الحالة في عرفات قال: لا إله إلا الله. تعددت اللهجات واختلفت اللغات، ولكنها لا تختلف على فاطر الأرض والسماوات. لما مر بعض الناس على الآيات ولم يقفوا ذمهم الله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن لماذا لا تقف مع النفس؟ خلقك الله لتتوب، وخلقك الله لتسكب تلك الأنهار والدموع وترجع إلى الواحد التواب الغفار، ترجع إليه سبحانه وتعالى لتعبده بما خلقك به. خلق لك البصر والسمع والقوة في البدن حتى تسخرها في طاعة ربك. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأملوا معي في بعض جزئيات هذا الجسد، وقد يكون هناك ممن يعرف الجزئيات أكثر كالأطباء وغيرهم، إلا أنني أتكلم عما نراه ظاهرا، وإلا الأسرار والأخبار فيها عظيمة. البصر أيها الإخوة نعمة أو غير نعمة؟ نعمة. وأكبر دليل كما قال ابن رجب: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك يقول: ضع كفيك على عيني ترى نعمة الله. وأنا أقول الآن: اسألوا أصحاب النظارات، الذي يلبس نظارة الآن يعرف قيمة هذا البصر وهو يرى يبصر، فكيف بالذي أصلا ما يرى؟
لما مشى أحد الرجال في طريق يذكر هذا ابن الجوزي يقول وجد في طريقه أجلكم الله أذى وأوساخ، فلما رأى الأوساخ حملها لأن إزالة الأذى عن الطريق صدقة. يقول وضعها على جنب الطريق، فجاء رجل آخر فأخذ الأذى والأوساخ فوضعها مرة أخرى في نصف الطريق، فجاء الرجل قال أنت مجنون، أنا أبعد الأذى عن طريق الناس وأن تعيده مرة ثانية؟ قال أنت أبعدت الأذى عن طريق المبصرين ووضعته في طريق العميان. الأعمى في الغالب وين يمشي؟ على الجدار. قال أنت وضعته في طريق العميان، اتركه في نصف الطريق حتى يراه الأعمى يراه المبصر ولا يقع فيه، ولا يقع الأعمى إذا مشى على جداره. في الأثر أن رجل من بني إسرائيل عبد الله 500 عام، الآن كم أعمارنا؟ 500 عام ما بين عبادات وقربات وطاعات حتى جاءته الوفاة فتوفاه الله، ثم قال الله لملائكته اذهبوا إلى عبدي هذا فاسألوه، قولوا له تدخل الجنة برحمة الله أو بعملك، فقال أدخل الجنة بعملي، اغتر بأعماله. فقال الله ضعوا فقط للملائكة في الميزان أعمال هذا الرجل في كفة، ونعمة البصر فقط هذه في كفة أخرى، فوضعوا الأعمال في كفة ونعمة البصر في كفة، فرجحت نعمة البصر، فقال يا ربي آمنت أدخل الجنة برحمتك، فدخل الجنة برحمة الله تعالى. انظروا إلى الشم، حاسة الأنف هذه بعض الناس يتوقع أنها ليست نعمة. حدثني مدير الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية في الرياض يقول حصل حريق في أحد البيوت الصغيرة أو الشقق، وعلى أثر هذا الحريق احترق أغلب المنزل، والغريب أن صاحب المنزل كان موجودا في بيته ولم يكن نائما، فلما تأكدوا من سبب الحريق وجدوا أنها الشرارة بدأت في المطبخ ثم انتشرت في البيت كله حتى احترق أغلب البيت. قالوا ما دمت موجود ولم تكن نائما ما شعرت بالحريق؟ قال لا لم أشعر به. كيف لم تشعر بهذا الحريق؟ قال ما شعرت بذلك الحريق لأنني لم أشعر به إلا حينما رأيت الدخان اقترب من الغرفة، وشعرت بحرارة النار لما اقتربت من غرفتي، لأن حاسة الشم عندي معطلة لا أشم، ولو كان الشم موجود لاستطاع أن يشم النار من بدايته. وأنتم ترون الآن ممن لا يشمون لو قدم له طيبا ما عرف ريحته، ولو مر أجلكم الله على ريحة خبيثة ما تأفه منها وما تقزز نفسه لأنه لا يشم. ثم انظروا إلى نعمة اللسان، رأينا أبكم أطرم إذا جاء يتكلم يحرك يديه ويحرك رأسه، بل والله بعضهم يحرك كل جسده ويتمتم أم 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 بتمتمات، في النهاية نقف حائرين نقول ماذا تريد ماذا تريد، فيقف لا يتكلم. ألا تحمد الله أنت وأن تتكلم عشرات الكلمات في لحظات بل في ثواني تتكلم بها؟ لو أردنا أن نحسب كلام أحدنا يقول أحد السلف كنت أجمع وأعرف كلامي من الجمعة إلى الجمعة يعرف عن ماذا تكلم وبماذا تكلم. أسألكم بالله لو قلت لأحدنا من صلاة العصر فقط إلى صلاة المغرب هل تستطيع أن تعد كلماتك التي تكلمت بها؟ يقول أحد الدعاة بأن رجل يعمل في مصنع ومعه زميل له أبكم في نفس المصنع هذا، الأبكم هذا كان يدور في المصنع ففجأة سقطت آلة حادة على زميل الأبكم، آلة سقطت كبيرة فأغشي هذا الرجل أغشي عليه، تقدم الأبكم هذا يريد أن ينقذ صاحبه أن يقف معه أن يرفع ما استطاع، أراد أن يصرخ أن يصيح أن ينادي الناس حتى ينقذوا، هيهات أبكم لا يتكلم، فالتفت فوجد الهاتف تليفون رفع السماعة اتصل بالإسعاف ردوا عليه الإسعاف، ماذا يقول؟ يقول أو يحرك يديه أو يحرك رأسه أو يحرك رجليه. في هذه اللحظات أعرف أنا وأنت وهو وكل من خلق الله فضل وقدر هذه النعمة التي فرط فيها الكثير منا ولم يعرف قدرها. اليد هذه نعمة ولا لا؟ هب أنك المفصل هذا لا يتحرك، تخيل الآن أن المفصل هذا ثابت يعني مثبت ولا يتحرك، كيف سيكون ممشانا في الطريق بهذه الطريقة؟ إذا جعل الله هذا المفصل يتحرك، بل رأيت رجل عمره أكثر من 100 سنة قطع أصبعه، هذا أصبعه مقطوع، فسألت قلت أسألك على الأصبع هذا هل خلقك الله بهذه الصورة؟ قال لا، إنما كان أصبعي موجود وقطع على أثر قرصة حية قديما فبتر هذا الأصبع. قلت هل حركت يدك الآن كحركتها قبل أن يقطع هذا الأصبع؟ قال لا والله،
والله الذي لا إله غيره تغيرت قوتي كاملة في جسدي بسبب هذا الإصبع فقط. يذكر عبد العزيز الخطابي في رسالة له سماها شكر النعم، رسالة صغيرة، ذكر قصة واقعية أذكرها للعبرة. يقول أن رجلا، يقول كنا نجلس في المسجد في مثل هذا المجلس المبارك نتذاكر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بينما نحن جلوس فإذا برجل من خارج المسجد يطرق علينا النافذة برأسه، يقول طرق النافذة برأسه. يقول لفت نظري، قلت لأحد الموجودين من الطلاب الذين يدرسون كتاب السنة قم تعال اذهب وانظر ماذا يريد هذا الرجل. يقول فخرج أحد الطلاب، فلما خرج وجد رجلا خلقه الله كاملا لكن من غير يدين، ما له يدين. يقول وقفت أتأمل وأنظر وأتأمل وأحمد الله على هذه النعمة. يقول قلت له ماذا تريد؟ قال أريد دورة المياه أجلكم الله، أبغى دورة المياه. يقول قلت له دورة المياه هناك في الجهة الفلانية. قال خذني لها. يقول فذهبت أنا وإياه حتى وقفنا عند باب دورة المياه. يقول أول ما وقفنا قال لي افتح الباب، أنا ما أستطيع افتح الباب لأن يدي ما في أيدي نصر. يقول حمدت الله وفتحت له الباب، ثم دخل دورة المياه، ثم أغلقت الباب، ثم طرق الباب علي مرة ثانية برأسه. يقول لما طرق الباب فتحت عليه وهو في الحمام. قلت نعم ماذا تريد؟ قال أريدك أن تخلع ملابسي حتى أقضي حاجتي، أنا ما أستطيع أخلع ملابسي. يقول نزلت رأسي وحمدت الله وخلعت ملابسه ثم خرجت. يقول وأغلقت الباب. يقول لما انتهى من حاجته ثالث مرة طرق الباب علي مرة ثالثة برأسه، فتحت الباب. يقول لما فتح الباب قال أريدك أن تغسلني وأن تلبسني ملابسي. فيقول قلت لا إله إلا الله، لله ما أعطى وله ما أخذ سبحانه وتعالى. هل هذه نعمة ولا نعمة؟ إذن احمدوا الله على ما أنتم فيه. زرنا مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الرياض. فأول ما زرنا المركز، دخلنا على مريض، والله يا أخوان أن هذا المريض طوله والله لا يتجاوز 40 سنتي تقريبا، لا شيء. فأول ما رآنا تحركت عينيه فقط وأخذ يبكي. سألت الطبيب المرافق معنا، قلت ما مرض هذا الرجل؟ معاق، جسمه ملتف بهذه الطريقة تقريبا على بعض. قال هذا الرجل على هذه الحالة لكن عقله معه، العقل موجود. قلت كيف تغذونه؟ قال يغذى عن طريق الأبر أو رضاعة أطفال، يوضع فيها حليب وماء ويغذى بها على هذه الحالة. قلت يشعر بنا؟ قال نعم يشعر. فأخذت أحرك يدي وعينه تدمع. قلت كم له على هذه الحالة؟ قال الرجل الآن هذا عمره 43 سنة منذ أن خلق وهو على هذا السرير، من 43 سنة وهذه حالته على هذا السرير، لا يتحرك من أعضائه إلا العين فقط وتدمع ما بين فترة وأخرى. ألا نحمد الله على هذه النعم العظيمة؟ ألا نحمد الله على ما نحن فيه من نعم وآلاء؟ لو أردنا أن نحمد الله وأن نشكره منذ أن نخلق حتى تقبض أرواحنا والله ما أدينا شكر نعمة واحدة مما أنعم الله به علينا. رأيت رجل في المستشفى كبير في السن، فلما زرته وأردت الخروج أخذ يبكي. قلت لا تبكي، لا تيأس من روح الله، لعل ما كتب الله لك خيرا لك في دنياك وأخراك. قال والله ما بكيت يأسا ولا قنوطا من رحمة الله، لكنني بكيت. يقول تمنيت في رمضان، هذا الكلام، تمنيت من الله أن أعافى ولو يوما واحدا فقط حتى أخرج وأصلي مع المسلمين في الجماعة وأصوم يوما كاملا في رمضان. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. رجل في أيضا مركز التأهيل، حدثني أحد الدعاة يقول دخلنا، وهذا فيما يتعلق بالجهاز هذا الهضمي، يقول كنت أسمع صراخ المريض قبل ندخل الغرفة، أول ما دخلنا فإذا بالمريض يرفع صوته ويبكي بشدة. يقول دخلنا فقلت للطبيب ما هو مرضه وما هي علته؟ قال هذا الرجل عنده تلف في الجهاز الهضمي، ما يستطيع هضم الطعام. قلت ماذا يأكل؟ يأكل رز لحم، أكل دسم حتى لا يستطيع أن يهضم الطعام. قال لا والله، إنما نعطيه رضاعة أطفال فيها حليب ومع ذلك يتعسر في هضمها، يتعسر في هضمها. بعض العيادات موجودة، رأيتها بنفسي في المملكة، عيادات خاصة لمن كان عنده احتقان أو إعسار في عدم إخراج الفضلات أجلكم الله المسجد، تخرج عن طريق آلات وشفط وسحب وأبر، ومع ذلك يذهب كل يوم إلى هذه العيادة. وأنت تذهب وتأتي في راحة وفي
قوة بدن. ألا تشكر الله على هذه النعمة؟ لما قيل لهارون لو أنك افتقدت الماء ما وجدت شربة ماء تشربها، لكن وجدتها عند رجل واحد فقط، ماذا تعطيه حتى يعطيك هذه الشربة؟ قال أعطيه نصف ملكي ومالي. قالوا طيب لو أنت شربتها الشربة هذه، ولكنك حينما شربتها تحسرت ولم تستطع إخراجها، ووجدت العلاج بعد الله سبحانه وتعالى عند هذا الرجل، ماذا تعطيه؟ قال أعطيه نصف ملكي ومالي. فقالوا لا بارك الله في مال أو في ملك، ذهب نصفه بشربة ماء والآخر بإخراجه. لعلي لا أطير والإخوة، لكن أختم بقضية نعمة القدم. ذكرت قصة قد سمعتموها لكن أذكرها من باب التواصل الموضوع. أذكر أن رجلا صلى معنا في الرياض في المسجد قبل أكثر من تقريبا عشر سنوات، ولفت نظري وأنا أصلي صلاة العشاء أن هذا الرجل يبكي منذ أن كبرنا حتى انتهينا، بل بعد الصلاة كان بكاءه حار وواضح. فسلمت عليه لأن تبين أنه غريب عن جماعة المسجد، وسألته عن سبب البكاء وقلت هل من حاجة نقضيها لك؟ قال أنا حدثت لي قصة قبل 9 سنوات، يعني من الآن تقريبا من 19 عاما، وامتن الله علي بشفاء على أثر حادث جاءني وأصبت به، فأصبت بشلل في أقدامي. يقول استمر المرض معي 9 سنوات الشلل، ما تركت طبيبا ولا مريضا ولا علاجا في المملكة ولا في خارجها إلا بدلت السبب لكن دون جدوى. يقول كلما ذهبت إلى طبيب قال أنت حالتك ميؤوس منها. يقول فقدت الأمل من الناس، وبقي الأمل متعلق برب الناس سبحانه وتعالى. إلزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. يقول وفي يوم من الأيام كنت جالس في الغرفة متمدد، وأدخلوا علي أهل البيت القهوة والشاي في صينية وضعوها على طاولة مرتفعة قليلا. يقول أنا جالس في نفس المكان كان عندي أحد الأطفال الصغار يحبو في الغرفة. يقول فجأة تقدم إلى هذه الصينية فسحبها فسكب عليه الحار مباشرة. يقول قمت خائفا فزعا من ذلك الموقف، والله لم أشعر بنفسي إلا وقد مشيت أكثر من 4 خطوات تقريبا. يقول دخل أهل البيت على الصراخ والصياح وسقوط هذا الحار، فلما دخلوا ورأوني لا أدري هل بكاؤهم كان فرحا على ممشى هذا الصبي الغلام، أو حزنا على فرحا على ما حصل لي من ممشى، أو حزنا على هذا الطفل. يقول ومن تلك اللحظات وإلى يومي هذا وأنا أمشي ولله الحمد والمنة، حتى قال والله لو سجدت لله سجدة من الآن حتى تقوم الساعة ما قدمت شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة. فأحمد الله على ما أنتم به من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. ولو تأملنا في خلق الإنسان بعد الدقائق لوجدنا العجب العجاب، بل لو تأملنا في خلق السماء والأرض لوجدنا أشد من ذلك. الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وأن يجعلنا وإياكم ممن تاب إليه توبة نصوحة وأن يقبل منه ومنكم صالح الأعمال. يقول كيف أبكي من خشية الله، وكيف أتلذذ بالبكاء من خشية الله، وكيف أتلذذ بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، أحس أن في قلبي قسوة وأدي الصلاة حركات جوفاء، أرشدني جزاك الله خير. أنا دائما أقول لنفسي ولغيري من الإخوة أن محط نظر الله هو القلب، هذا القلب ملك الجوارح. بقدر ما نستطيع أن نحيي هذا القلب حياة إيمانية حياة حقيقية، أن يحيى القلب، استطعنا أن نحقق العبادة على وجه الذي يرضي الله. والحياة العبادة لها حقيقة ولها صورة. أنا أضرب لكم مثال، لو أني صورت هذا الكأس وقلت لكم في هذه الصورة هذه صورة ماذا، الجميع سيقول هذه صورة كأس ماء. لكن هل يستطيع أحدنا أن يشرب من هذا الكأس داخل الصورة؟ أجيب لا، لأن تلك صورة وهذه حقيقة. لو صورت لك الآن 10 دنانير وأتيت بنفس الفئة والشكل والألوان وصورتها وقلت هذه ماذا، سيقول الجميع هذه 10 دنانير. هل يستطيع أحدنا أن يشتري بها ولو كيس خبز بهذه 10 دنانير التي في الصورة؟ لا، لأنها صورة ليست حقيقة. لو عندنا أحد من الناس فلان زيد من الناس، قدر الله على زيد أصبح أعمى، ماذا يسمونه؟ زيد، ما تغير اسمه. لو قدر الله على زيد هذا أصبح مشلول، ماذا يسمى؟ زيد، ما تغير. لو قدر الله على زيد قطعت يده يسمى زيد. لكن إذا مات زيد هذا وقدم للمحراب للصلاة عليه
الإمام يقول صلوا على زيد؟ لا، يقول صلوا على الجنازة، صلوا على الميت. ليش؟ لأن الحقيقة روحك إيمانك انتهت. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فقضية أن الإنسان يحيي هذا القلب حياة صحيحة بذكر الله سبحانه وتعالى الذي يقول لا أبكي من خشية الله. إذا اطمأن القلب بذكره خشيه سبحانه وتعالى، وإذا اطمأن القلب بخوف من الله ورجاء له سبحانه وتعالى خشي الله سبحانه وتعالى وتعلم على الخير كله. فعالج هذا القلب بالذكر بالاستغفار بالتسبيح بالتهليل. والله كنا نعد أحيانا في مجلس واحد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أكثر من 100 تسبيح واستغفار في مجلس واحد. سبحان الله والحمد لله والله. بل إنني كنت أذكر أن في بعض المحاضرات أقرأ بعض الأسئلة أو نقرأ بعض الكتب وطيلة الشيخ وهو يسمع يسبح ويستغفر يذكر الله جل وعلا. لذلك إذا جاء خبر عن أي جهة من جهات المسلمين، يا شيخ في أندونيسيا قتل ما يقارب 100 رجل، قال إنا لله، فأخذ يبكي بكاء حار لأن قلبه أصلا متعلق بالله. فبذلك أدنى ما يأتي من الكلام في قال الله وقال رسول يتأثر به المؤمنون الصادقون، لأن القلب جاهز فقط لأن يحرك بالكتاب والسنة. فيقول أما قضية الصلاة، فالصلاة ذكرت الأخوة وأعيد باختصار، إذا أردت أن تخشع في صلاتك طبق ما قاله ذلك الرجل رحمة الله عليه من السلف تابعي، سئل وقلت لكم هذا كيف تخشع في صلاتك؟ قال إذا كبرت أول قضية أتذكر أن الله يراني. مراتب الدين كم مرتبة؟ 3 مراتب، الإحسان والإيمان والإسلام. أعلى مرتبة ما هي؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. يقول إذا قلت الله أكبر مباشرة أتذكر أن الله يراني، ثم أتذكر أن الصراط تحت قدم الذي ينصب على متن جهنم. تخيل أنت الصراط أدق من الشعر، أدق الشعر هذه أدق منها، أحد من السيف، أروغ من الثعلب، أحر من الجمر، ينصب على متن جهنم. قال وأتخيل أن الجنة عن يميني، جنة ما فيها من نعيم وفيها من أنهار وما فيها من فرحة وسرور. وأتخيل أن النار عن يساري وما فيها من عذاب وزقوم وغيرها النار. أخف أهل النار عذابا يوم القيامة هو رجل يلبس نعلين تغلي بهما دماغه من شدة حرارة النار، هذا أخف رجل. بل إذا أقبل صاحب النار على النار ورأى النار يرجع من شدة الحرارة، لكن ما يترك يرجع، الملائكة وراه تدفعه مرة ثانية تدفه بالنار. الله يصف هذا الموقف يقول يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قضية أن النار عن يساره وأن ملك الموت خلفه وأن القبلة أمام عينيه يتخيلها أمامه. قال ثم أكبر بتحقيق الله أكبر. إيش معنى الله أكبر؟ أكبر منك ومن دنياك ومن وظيفتك ومن همك ومن غمك ومن كل ما خلق الله، الله أكبر حقا. وأقرأ بترتيل الحمد لله رب العالمين، ترتل القرآن. بعض الناس يقرأ القرآن كأنه يقرأ مجلة ولا جريدة ولا شعر، لا، لو تأملت في قوله تعالى الحمد لله فقط في الفاتحة تحمد الله على ماذا؟ تحمد الله على أنك مسلم وغيرك كافر مشرك، تحمد الله على أنك تبصر وغيرك أعمى، تحمد الله على أنك لك أطفال وذرية وغيرك عقيم، تحمد الله أن عندك مال وغيرك فقير، تحمد الله على أنك لديك من النعم ما لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصها. أكبر بتحقيق، أقرأ بترتيل، أركع في خضوع، أسجد في خشوع، أجلس في طمأنينة، أتشهد على يقين، أسلم على أمل ولا أدري أقبلت صلاتي أم لا. الطمأنينة في الصلاة أن يطمئن، قال بعضهم أن يأخذ كل عضو من جسدك في موضعه سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أو الأول، يأخذ موضعه بقلب مطمئن راضي متيقن أن هذه الصلاة شرعها الله جل وعلا، لأن الله كرمك أنت يا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، قال بعضهم كرم بالعقل، وقيل إن الله كرمك بانتصار ظهرك. كل الحيوانات مخلوقة ظهورها منحنية إلا أنت، ظهرك قائم ولا ينحني إلا في حالة واحدة فقط، يوم تسجد وتركع لله سبحانه وتعالى، ولذلك أصبحت لك الكرامة والعزة والرفعة. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء قوم موسى وأتباعه اللي تبعوه، أيضا خلق عليه الصلاة والسلام، خلق كثير، ولكن الله جل وعلا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء الأنبياء، ثم بعد ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. يوم جاء السماء السابعة شاف من؟ يقول دخلت السماء السابعة فرأيت رجلا شيخا أشباهه أشباهي، تشبه وجهي أشبه وجهي،
أقرب نبي للرسول إبراهيم في الخلقة، يقول وكان متكئا متسند على البيت المعمور. بيت معمور هو بيت تطوف عليه الملائكة في السماء فوق الكعبة بالسانتي. قال النبي، هذا حديث رسولنا في حديث البخاري حديث أنس، قال والله لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، فوق الكعبة وهو في السماء. يقول فلما رأيت إبراهيم ينظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الله مكة تشريفا ومهابة يا رب العالمين. الآن اللي يشوف الكعبة، أنا جالس أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يناظر. شوفوا إبراهيم لقاه وين فيه؟ عند البيت المعمور. والله إن ربنا عادل، الجزاء من جنس العمل. من اللي رفع قواعد الكعبة؟ إبراهيم. وكأن الله يقول جزائك يا إبراهيم أنت ترتاح فوق عند أسوار أو عند حيطان البيت المعمور كما بنيت الكعبة. ولاحظوا مستريح، لأن الله كأن الله يقول تعبناك وانت تبني الكعبة، الحجر الثقيل الأسود، ترى راحتك عندنا في الجنة. تبغون الراحة فوق؟ اتعبوا هنا. تريدون الراحة عند الله؟ اتعب في الدنيا، قم صلاة الفجر فيها البرد وتوض واطلع للمسجد وتذكر، بشر المشائين للمساجد بالنور التام في الظلام، بالنور التام يوم القيامة. اتعب تحت قدمي والديك برا وإحسانا في الذهاب من المستشفى، اتعب في صلة رحمك، اتعب في زيارة مريض له حق عليك، اتعب في تربية ابنائك وتلطفك مع اسرتك وزوجك واهلك، اتعب عشان ترتاح بس راحتك في الجنة. ترى الراحة مين في الدنيا؟ اللي يتصور ان الراحة هنا غلطان، ما فهم الحياة. الله جل وعلا خلقنا عشان نبني ونتعب ونخلف ونشتغل، ما جانا هنا. الله سبحانه وتعالى انك كادح الى ربك ايش؟ كدحا، كدح كدح فملاقيه. الدعوة مين سوالف؟ الدعوة تحتاج الى تعب. يقول الامام احمد او غيره من اهل العلم، قال الراحة متى؟ قال عند اول قدم تضعها في الجنة. لما تدخل رجلك في الجنة، تدخل باب الجنة، ستكون الراحة. اما الذي يبحث هنا في الراحة في الدنيا فهذا لا يمكن. يقول فنظرت اليه فابتسم في وجهي عليه الصلاة والسلام جدنا ابراهيم. عشان كذا احنا في كل فرض اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل نحبه، هو معنا. ولذلك نحن نحب الانبياء كلهم، لكن ابراهيم يربطنا به علاقة خاصة في ارتباط جد النبي صلى الله عليه وسلم، اسماعيل جد النبي. ثم يدخل فسلم عليه، قال مرحبا بالنبي الصالح والعبد الصالح والولد الصالح، ويتبسم في وجهه وهو متكئ على الكعبة. ثم اسمعوا ماذا قال. يا جماعة، الإقبال على الله هو كل الراحة في الدنيا وفي الآخرة. لازم تصلح ما بينك وبين الله حتى تشعر ان الموضوع بدأ تقترب من الله. قال اني لا ابلغ يا محمد امتك مني السلام. عليك السلام يا ابراهيم، والله لقد بلغنا حبيبنا سلامك، وبلغنا رسالتك، وبلغنا وصيتك. وقال اوصهم. وش يوصيهم؟ يوصيكم الان بوصية من تمسك بها وعمل بها وحرص على ادائها، انه سيلقى نعمة من نعم الدنيا والاخرة. بماذا توصينا يا ابراهيم؟ قال ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. هذه وصية ابراهيم. يا جماعة هذه وصية ابوكم ابراهيم، وصية سماوية جاءتنا على لسان النبي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى هذه الوصية من ابراهيم عليه السلام، انك تزرع بها نخلة في الجنة، هي غراس الجنة. وش رايكم نطبق هالوصية؟ من يبدعوا للدعاء الجماعي، لكن قولوا، خلنا نكسب اجركم. قولوا لا اله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ابشروا فقد غرستم الان نخلة في الجنة. وهذه وصية حبيبكم، رددوها يا مشاهدين ومشاهدات ونساء واخوات. وش ورانا طول ما انت جالس الان تشاهد؟ سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله اكبر، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. اغرسوا يا جماعة، اغرس غراس عشان يوم القيامة ترى تلك الجنان العظيمة وتعيش
الراحة، الراحة الكبيرة يا جماعة، الراحة في ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي لا يعرف طاعة ولا ذكرا ميت، هل كان ضايع تعبان قلق طفشان. ولذلك الله يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قل لا إله إلا الله، طلعها من قلبك يا أخي، استشعرها، قل سبحان الله سبحان الله، تنزه الله، سبحان الله سبحان الله. كأن محمد يقول، إبراهيم يقول لمحمد: يا محمد ترى هذا الملكوت، شوف ملكوت رب العالمين، فقل سبحان صاحب هذا الملكوت. ترى الآن المقام اللي أنت فيه، قل الحمد لله على هذا المقام والرفعة التي رفعك الله بها ورفعنا لك ذكرك. وقل لا إله إلا الله توحيدا وإخلاصا في السماء وفي الأرض. والله أكبر عند خلقه وعظمته، وش حنا عند خلق الله؟ وش أنا وأنت؟ الأرض هذه وش عند خلق الله؟ الكرسي، الكرسي الذي يضع الله جل وعلا، تعالى الله عن التمثيل والتشبيه والتكييف، يضع رجله عليه، قال للعرش عرش الرحمن: السماوات والأرض وما فيها من جبال وما فيها من مخلوقات وبحار عند عرش الرحمن إلا كحلقة مثل الخاتم ألقيت في فلاه في صحراء. هذا عند الكرسي فقط، كيف عرش الرحمن جل في علاه؟ فملكوت الله كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الجلال ويرى هذه العظمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قوموا بهذه الوصية الذي أوصى بها إبراهيم، يوصي بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول الآن شاف إبراهيم وسمع نصيحته، خذ الوصية ودخل الحين مع جيل البيت المعمور. أنتم متخيلين البيت المعمور؟ شوفوا شو يقول الرسول، قال: دخلت البيت المعمور فرأيت 70,000 ملك يطوفون كل يوم يذهبون ولا يعودون. متخيلين الحرم؟ الله يشرف هذا البيت العظيم. اذا جاء وقت الحج، موسم الحج او ليالي رمضان التي يزدحم الناس، لا يتجاوز عددهم 2,000,000، احيانا 3,000,000 بالكثير، ولا يطوفون كلهم مع بعض، اللي يطوف يمكن حول الصحن 100,000. ومع ذلك لما ترى هذا العدد تذهل، فما بالك 70,000 ملك يطوفون يوميا، يروحون ولا عاد يرجعون، كم عدد الملائكة؟ ثم التفت النبي قال: أطت السماء. أطت، وش معنى أطت؟ لها صوت، اهتزت. شفت العربية لما تجيب عربية ولا حوض سيارة ديدسن وتملاها أغراض وانت تمشي تسمع الصرصرة هذه؟ هذا أطت، أطيط. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وهناك ملك ساجد أو راكع. ملائكة، ملائكة عظام. ولذلك النبي استأذن ربه، قال: استأذنت ربي أن أحدث عن ملك من الملائكة، واحد بس أحدث يا ربي عنه، فأذن لي. قال: فحدث عن ملك رآه، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. هذا ملك واحد بس، وانت عندك الآن 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور يذهبون ولا يعودون. ترى الله غني عني وعنك، حنا مساكين. وبعدين يا جماعة لاحظوا، يقول: ما من موضع 4 أصابع إلا هناك ملك ساجد أو راكع. حتى موصف الصلاة في السماء من عظمة الصلاة. ولذلك شرعت في السماء الصلاة مية بشوي، الملائكة ساجد راكع ساجد راكع. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، الأنبياء يصلون خلف الرسول. يا جماعة الملائكة تسجد والملائكة تركع، وجبريل يصلي، والأنبياء يصلون، والنبي يصلي، والرسول يوصي بالصلاة في بداية الدعوة وفي آخر حياته، ونفرط فيها؟ ما لها قيمة عندنا؟ والملائكة راكعة وساجدة؟ لا. وإذا جاء يوم القيامة ارتفعت الملائكة، رفعت رؤوسها، الراكع يرفع من الركوع والساجد يرفع من السجود، شو يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. من يوم خلقوا حتى ماتوا أو حتى بعثوا وهم سجدا وركوعا، ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حنا 5 صلوات وتنقص، وتفوت تكبيرة الإحرام ويفوت وقتها، وبعضنا قد لا يصليها، وتفويت، ونلعب بحجة الدين يسر، وهي رأس المال. رأس مالك الصلاة ضاعت تضيع، وحافظت عليها تبقى قيمتك عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف هذا الملكوت هانت عليه الدنيا، خلاص والدنيا ليست لها قيمة عند النبي أصلا.
ومع ذلك لما رأى هذا الملكوت أصبحت هذه الدنيا ليس لها عندنا حبيبكم صلى الله عليه وسلم أي أمر. طيب وقفنا يا محمد، لا باقي فيه مكان تبي تطلع الآن، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة، رائحة جميلة منتشرة في السماوات. التفت على جبريل قال ما هذه الرائحة يا جبريل الجميلة التي تملأ السماء والأرض؟ قال هذه رائحة ماشطة فرعون وأبنائها. ماشطة فرعون وش قصتها؟ هذه الماشطة بمعنى الكوافيرة اللي كانت تمشط شعر بنت فرعون، وهي كانت مؤمنة بالله وأن موسى نبي، لكن أخفت إسلامها، وتعرف أن فرعون مو بإله ولا شيء بشر، لكن خايفة فكتمت إيمانها. وهي مرة تمشط بنت فرعون طاح المشط من يدها، يوم طاح لأن يقولون اللسان مغراف للي في القلب، قالت بسم الله، قالت بنتها أبوي بنت فرعون تقصدين أبوي؟ قالت لا لا وش أبوك، خلاص أنت بتعلن لأن الإيمان بدأ يخرج خلاص. قالت لا، الله ربي ورب أبوك ورب العالمين. قالت بعلم أبوي، قالت علميه أخبريه. وذهبت إلى فرعون قالت يا أبي إن الماشطة تقول بسم الله، فلما سألتها قالت مو بنت رب العالمين، أنت مو بالله. ويسمع الكلام فرعون قال جيبوها، من ربك؟ قالت ربي وربك ورب العالمين هو الله جل في علاه. قال جيبوا عيالها، كان عندها 4 أطفال أحدهم رضيع وثلاثة أكبر منه، وقال أعذبهم، قالت افعل ما شئت. يقولون فجاب بقرة، هيكل بقرة من نحاس، وأشعلها نارا، وتعرفون نحاس ونار، ثم قال ربي من ربك؟ قالت ربي وربك الله. قال اجعل الاول في النار، فرموا ولدها الاول في النار، ويصرخ الولد ويصرخ، ثم اختفى صوته مات. الله يلطف باخواننا المسلمين في كل مكان. ثم الثاني ويصرخ ثم يموت، ثم الثالث، لما جاء الرابع، الرابع رضيع، جاءوا ياخذون منه وسحبته، قال لا يا امه اتركني فانك على الحق. وقال بعضهم هذا احد الذين تكلموا في المهد، ورماه في النار فمات وهي تنظر، ثم تقتل هي قتلت ايضا، وقتلت زوجته لان اخبرتها، قال من اخبرك بهذا؟ قال علمتني زوجتك آسية، آسية التي امنت هي التي اخبرتني. وقتل زوجته، وبشر الله زوجة فرعون انها من اهل الجنة. وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوفوا كما قلت الجزاء من جنس العمل. ويشم الرسول رائحة لانها كانت الماشطة تشم رائحة ابنائهم يحترقون، نار وشواط ورائحة دخان وحريق، فكأن الله يعوضها برائحة في الجنة. فكأن الرسول يقول لنا نحن امة اذا عبدنا الله بلا اله الا هو، كل من قال لا اله الا الله على جميع الامم فهو اخونا، ولم يقول خلاص نسيناها زوجة فرعون ولا ماشطة فرعون، هذه الرائحة الزكية تملأ السماوات والارض جزاء لهذه المرأة. وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة يقول مر فرأى لحم طيب وجميل، ولحم يعني خلنا نقول بمصطلحنا المعاصر هبر، والتفت وشاف على اليسار اناس واقفون بين لحمين، هذا اللحم الطيب على اليمين، وفي لحم ثاني نتن معفن، ويأكلون من هذا اللحم النتن. فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات يأكلون اللحم النتن ويتركون اللحم الحلال الطيب. وهذا تشبيه في ترك الحلال في الدنيا والذهاب للحرام. وهذه نصيحة ايضا لشبابنا، ونصيحة لكل من اغرته نفسه لا قدر الله ان يلتفت الى مثل هذا، ان يعلم ان الجزاء من جنس العمل. ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه رأى اناس اخرين وافواههم مفتوحة، وتؤخذ كرات من النار، جمر من النار، وتوضع في افواههم. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا ويل اللي مات خيه مسكين ورب عياله ايتام واؤتمن على مال ينميه او يحفظه ثم اكله من غير وجه حق. يا ويل من تبنى مالا للمؤمنين واخذ اموال للمسلمين
ضعفاء، أيتام، حتى بنتك التي تزوجها بمهر ثم تأخذ مالها من غير وجه حق، أو زوجتك موظفة معلمة فتلزمها على أن تأخذ شيئا من مالها، أكل مال الحرام حرمه الله. ولا يجوز أن تأخذ مالا من غير وجه حق، خاصة إن كان صاحبه ضعيفا وأنت مؤتمن عليه محل الأمانة. متى يكون كما يقال الحاكم، أو متى يكون الحكم حقا؟ إذا كان الحاكم والقاضي ظالما. يجب أن تكون أنت ممن يحفظ هذا المال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسمعت الجنة، الجنة تقول: يا رب أين سكاني؟ إني تهيأت لهم، كثر حريري وكثر مائي وكثرت خيراتي، هنيئا والله العظيم لأهل قيام الليل، هنيئا للمصلين، هنيئا للصائمين، هنيئا للعفيفين، هنيئا لمن يبحثون عن لقمة الحلال، هنيئا للطائعين، هنيئا للبارين، هنيئا لكل من يعمل لله جل في علاه، فهذه الجنة تتزين لكم كل يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشوف ملكوت السماوات والأرض، ومر على أهل النار ورأى منهم أناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي لفظ: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراض النساء. والله العظيم أني أنا أحيانا أمسك رأسي من شدة الهول، ما أدري كيف يتجرأ بعض الناس على قذف المحصنات، وعلى قذف أعراض المسلمين، وعلى التكلم في خباياهم، وخاصة المؤتمنون. حتى أنتم أيها الأطباء اللي تدخلون على الناس في بيوتهم، على المرضى في أسرتهم، حتى أنت أيها السجان، يا من تفتح الباب على السجين إجبارا ففي أسرار وفي خصوصيات، حتى أنتم أيها الآباء والأمهات، كل من له سلطة على مسلم، احفظ هذا اللسان، احفظوا ألسنتكم. اليوم أصبحت الغيبة فاكهة مجالس الكثيرين إلا من رحم الله. اتقوا الله فيما يقال، نتق الله في أعراض الناس. ترى العرض ليس بالسهل، كلمة تقولها من غضب الله لا تلقي لها بالا، قد تكون بسبب كلامك في عرض فلان وعلان، وخاصة أخوات النساء. اتقين الله، امتنعوا عن الكلام الذي لا يرضي الله. إن كان حق هذه غيبة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا كان فيه ما لم تقل فقد إيش بهته، وكلها مصيبة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شاف في النار ناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم من النار. قلت: من هؤلاء؟ قال: أولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينظر إلى هذا المشهد ويبدأ يطلع، ما بعد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلع في مكان. فجأة لما وصل موضع التفت الرسول، وقف جبريل، تفضل يا جبريل. يقول الرسول: لا يفوتني ايش؟ ولا افوته. وراك وقفت يا جبريل. قال: هذا مكان لم يؤذن لي بالدخول فيه، ان اقتربت احترقت، وانت ان اقتربت اخترقت. وان كان هاللفظ فيه ضعف لكن المعنى صحيح، ان اقتربت انا جبريل احترقت، لكن انت يا محمد ان اقتربت او ارتفعت فاقتربت واخترقت، تدخل الى هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه مكانة رسولكم، اللهم صل على محمد. يا جماعة، تراكم شهداء على الناس يوم القيامة، تراكم شهداء. يا جماعة احترموا، لا نفضح، لا نفضح الاسلام. بني بكر، انا في مداخلتي امس قلت في هذا في بداية، بني بكر لما كان في معركة بين الفرس والمسلمين، المسلمون كانوا في بداية المعركة منتصرين، شوي من جهة الميمنة صار في خذلان وخذلوا المسلمين. كان في قبيلة يقال لها بني بكر، مستهترة بالمعنى أصح، ما تعرف قيمة الغزوة ولا القتال. وشافهم المثنى، المثنى قائد المعركة، فخذ قصاصة ورقة وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من المثنى إلى بني بكر، اتقوا الله لا تفضحوا المسلمين ولا تفضحوا أمة محمد. وحركت فيهم وقلبتهم أسود، وجاء الإسلام من قبلهم، أو النصر جاء من قبلهم. حنا اليوم ما نبغى نفضح المسلمين، لا نفضح المسلمين. يا جماعة، رسولنا بلغ منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهنا يصعد في موضع حتى جبريل على جلالة قدره أمين السماء عليه السلام ما بلغ هذه المنزلة التي بلغها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. يقول الرسول: فالتفت جبريل. طبعا الرسول هنا في هذا الموضع شاف جبريل على هيئته الطبيعية،
ولقد رآه نزلة أخرى، مرة ثانية على الحالة اللي 600 جناح عند سدرة المنتهى، شافه عند السدرة في موضع اسمه السدرة، سميت بالمنتهى ليش؟ لأنها المكان النهائي، آخر حد يوصل له المخاليق، آخر حد النهاية. يقول فالتفت إلى جبريل بأجنحته 600 طرف جناحه قلب فيها ديار لوط، ولو فرد واحد من أجنحته غطى الأفق ما بين السماء والأرض. تخيلوا في هذا المشهد. قال النبي فالتفت إلى جبريل فإذا به كالحصير البالي أو الحلس البالي، الثوب الطايح في الأرض، خشوعا لله جل في علاه، خوف وخشية من الله جل في علاه. عظموا الله في نفوسكم، عظموا الله جلت قدرته. عيب 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 أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، والله عيب. عيب أن الله جل وعلا يقول أبغاك في المسجد فلا يراك، أبغاك بارا بوالديك فلا يراك، أنهاك عن دخول البارات والذهاب لأهل الخمور والحانات والضياع فيراك من الأوائل فيها. عيب. هذا من جزء من تعريف التقوى، أنا أعتبره أسهل تعريف للتقوى. قال وما التقوى؟ قال التقوى أن يراك حيث أمرك وأن لا يراك حيث نهاك. انتبه، يشوفك ربي في المكان اللي نهاك عنه أو يفتقدك في المكان الذي أمرك أن تكون فيه. وخشية الله عظيمة. جبريل يصير مثل الحصير، مثل الثوب اللي طايح في الأرض، خشوعا خشية لله جل في علاه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يصعد، ولا يزال هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد. لما دخل هذا المكان إذ يغشى السدرة ما يغشى. وش اللي يغشى السدرة؟ الأوامر. السدرة طبعا وصفها النبي قال أوراقها كأذان الفيل، مثل أذان الفيل، وثمارها نبقها، يعني الثمار كالأباريق، يعني ما فيها شيء ملفت كثير. فلما تغشاها ما غشى، وش تغشاها؟ نور الله جل في علاه. يقول النبي فرأيت الأعاجيب، رأيت نور الله، فتغيرت السدرة وأصبح الفراش من الذهب، والله إني أعجز عن وصف الذي رأيت. رسولكم الذي أوتي جوامع الكلم وأوتي بلاغة الأرض وحرف الطاء الضاء ما نطقه أحد كما نطقه النبي، يعجز عليه الصلاة والسلام أن يصف هذا المشهد الذي رأى فيه نور رب العالمين. تجلت الأنوار الإلهية الربانية في هذا المشهد العظيم واللقاء الفريد، ما زاغ البصر وما طغى. وصل النبي فكان قاب قوسين أو أدنى بينه وبين العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغت منزلة، وصلت مكان، والله إني أسمع صريف الأقلام. شوفوا منزلة رسولكم، اللهم صل على محمد. عظيم صلى الله عليه وسلم، عظم الله قدره وشأنه ورفع في هذه المنزلة حتى يبين للأمة لقد رأى من آيات ربي إيش؟ الكبرى الكبرى. شاف جبريل وشاف السدرة وشاف أنوار هذه الأنوار الإلهية، وهنا كلمه الله. موسى كليم الله، وإبراهيم حبيب الله، ومحمد كليم وحبيب الله جل في علاه، صلى الله على محمد. محمد الكليم، ربنا كلم محمد في هذه الرحلة، كلمه. اختلف العلماء هل رآه أو لم يراه، لكن الصحيح أنه ما رأى الله ولم يرى أحد رب العالمين حتى الآن. الرؤية تكون في الجنة، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم من رؤيته. الرحلة يا جماعة، أنا أقول لكم ليش سميت المعراج؟ أبغى نعرج، والله أني أنا أسولف أحس أننا في السماء، نبغى الروح تعرج فوق وتحلق في سماء ربها. ونتذكر أنه بيجي يوم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وصل، وهنا قال الله ربه يا محمد إني أفرض على أمتك 50 صلاة. 50 صلاة يا جماعة، الفرض الوحيد والركن الوحيد والعبادة الوحيدة التي فرضت على النبي في السماء هي الصلاة. كل الأركان في الأرض، التوحيد في الأرض، جاءه في جبريل تحت، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، وكل أحكام الشريعة إلا الصلاة فرضت في السماء. وطبيعتها لأن الصلاة كل يوم 5 مرات الله أكبر، روحك أصلا تعرج فوق، الروح تروح فوق. فطبيعة المعراج
أن تعرج بنفسك 5 مرات في اليوم، فكانت الصلاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحلق أنفسنا مع الله كل يوم 5 مرات، 50 صلاة. فقبلها النبي وهو نازل، التقى بمن؟ بموسى السماء السادسة. قال: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة. قال: إني جربت بني إسرائيل ولم يفلحوا فإن قومك لا يقدرون عليها، ارجع إلى ربك، استأذن ربك أن يخففها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب خفف على أمتي. فقيل أنه قال 40، يعني خففنا 10، وقيل خفف نصفها 25، في روايتين 10 نزلت. نزل قال له كم؟ قال 40. قال: لا يقدرون عليها. فعاد إلى ربه فاستأذن فسارت 30، ثم شوي سارت 20. تخيلوا لو صلاتنا 50 صلاة، أنا حسبتها اليوم بالساعة 50 وزعتها على اليوم، طلعت كل 27 دقيقة تصلي فرض. الحين بعضنا يفوتها فرض العصر ولا جاء المغرب، قال: أنا صليت العصر ولا لا؟ والله ما أدري. تخيل أنك تصلي الحين رقم 37، الله أكبر، يوم هذه رقم كم؟ 36، لا 5، لا هذه 27. لكن رحمة رحمة رحمة. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يرجع حتى بقيت 5، فالله جل وعلا قال: إنه لا يبدل القول لدي، إنها 5 بالفعل بالأداء و50 في الأجر. رح فقد فرضت 5. يوم رجع إلى موسى قال: كم؟ قال: 5. قال: كثيرة. قال: والله إني استحيت من ربي خلاص. 5 يا جماعة، 5 صلوات، ومع ذلك حنا نشوفها كأنها أثقل من جبال أحد. ليه؟ لماذا الصلاة؟ الرسول يقول: يا بلال أرحنا أرحنا بالصلاة. يا بلال إذا تعبنا تكفى أذن وخلنا نصلي. حنا اليوم نقول أرحنا ولا ريحنا من الصلاة؟ في فرق بين أرحنا بها وريحنا منها. أرحنا يعني إذا دخلنا نجد أنفسنا فيها. ولذلك كان النبي إذا فزع وكان عنده أمر شديد، فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ويعرف قيمة الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل يوم 5 مرات: الله أكبر. أكبر من دنياك، وأكبر من همومك، وأكبر من ديونك، وأكبر من مشكلتك مع زوجك، وأكبر من كل أمر في الدنيا، أكبر من كل شيء. الله أكبر هو الكبير. يقول الحسن البصري: إياك أن تقول الله أكبر فتلتفت في الصلاة إلى غيره. مو بلازم يلتفت بصرك،